إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، كما وعدتكم إخوتي أخواتي في الله، الفيديو الخاص باليوم سنتكلم فيه باللغة العربية لكي يستفيد كل من إخوتنا الجزائريين المغاربة من تونس من مصر من كل الدول العربية حتى يستفيدوا من موضوع اليوم الذي سنتطرق إلى كيفية تحقيق ما يقارب $100 أسبوعيا من مجال تصميم التيشيرتات. هذا الموضوع سيكون عبارة عن كورس شامل من الألف للياء، ربما أبقى فيه نصف ساعة، ربما أكثر، ربما أقل، لكن المهم أنه عبارة عن تحدي لكم من أجل أن تبدأوا في تحقيق المال الوفير ومن أجل أن تبدأوا في تحقيق المبالغ المالية الجيدة التي تفوق $100 في الأسبوع إن شاء الله. فقط ركزوا معي جيدا في فيديو اليوم، ركزوا بشكل دقيق ولا تضيعوا ولا ثانية من هذا الفيديو، حيث سنتكلم فيه عن طريقة تصميم التيشيرتات، عن كيف تجد تصاميم ناجحة، كيف تجهز حسابك في تي سبرينج، وكيف تروج للتصاميم الخاصة بك حتى تحصل على المبيعات وترويج يكون مجاني 100%. ركزوا معي جيدا، لا تنسوا طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد خاص بنا، لا تنسوا تحفيزنا بإيصال هذا الفيديو إلى أكثر من 1000 لايك من فضلكم، وهي نبدأ على بركة الله في درس اليوم. أول شيء يا جماعة سنتكلم على المحتوى الكونتنت، يعني أنت قبل أن تصنع أي تصميم يجب أن تعرف المحتوى الذي ستضعه في التيشيرت الخاص بك أو في التريكو كما يقولوا بالدارجة الخاص بك. يجب أن تجد تصميم يكون عليه طلبات كثيرة، تصميم تكون عليه أشخاص يريدون شراء ذلك التصميم. فإن أنت أخطأت في التصميم، حتى ولو كان التصميم رائع لكن ليس له مغزى وليس له محتوى وليس له أشخاص يريدين شراء ذلك التصميم، فأنت لم تفعل شيء، يعني بقيت في مكانك فقط. لذا في أول شيء سنتطرق إليه الآن هو طريقة الحصول على التصميم أو طريقة الحصول على الديزاين الذي سيأتي لنا بمبيعات جيدة. ركزوا معي جيدا وهيا نبدأ. أول موقع سنبدأ به هو موقع كي دبليو فايندر. هذا كي دبليو ولا كي دبليو في فايندر هو عبارة عن موقع يعطيك كلمات مفتاحية مختص في مجال السيو، صعوبة السيو، منافسة السيو. كيف ذلك؟ طبعا هناك باقة مجانية وباقة مدفوعة، نحن سنبدأ بالباقة المجانية. لنقل مثلا أني أريد أن أبدأ في مجال اليوغا، فقط ستكتب يوغا، تكتب يوغا، يوغا شيرتس، هكذا تكتب يوغا شيرتس، تترك هذه مثل ما هي، ثم تضغط على فايند كيوردز كما تشاهد معي الآن، تضغط على فايند كيوردز ثم سننتظر قليلا. هنا يقول لك قم بإنشاء حساب معنا حتى تستطيع الدخول إلى الأمور الخاصة بك، فقط اضغط على Create Accounts وافتح حساب مجاني، ضع فقط الإيميل الخاص بك، كلمة سر، أعد كتابة كلمة سر، اضغط هنا لست روبوت ثم افتح حساب. سأفتح الحساب وأرجع لكم. إذا مباشرة بعد وضعك لمعلوماتك الشخصية سيرسلني لك رسالة في حسابك على الجيميل على هذه الشاكلة، فقط تنزل هنا تضغط على confirm my account أو أكد لي حسابي على هذه الشاكلة، ثم سيفتحون لك حسابك. هنا يقول لك ستحصل على 59 دقيقة، يعني عندك 10 أيام مجانا كما نقول إحنا، عندك كل يوم 59 دقيقة. فقط تذهب هنا ثم تذهب إلى الداشبورد الخاص بك، تذهب إلى الداشبورد مثل ما المرة السابقة، نذهب إلى الواجهة الرئيسية الخاصة بنا، يعني نذهب إلى سيو تولز ثم نعود إلى كي دبليو فايندر، ثم نكتب مثل ما أخبرتكم سابقا، نكتب يوغا شيرت مثلا. أنا أريد اختيار مجال اليوغا، أنت تستطيع اختيار مجال القطط، مجال الكلاب، مجال الرياضة، كرة القدم، كرة السلة، مجال السياسة، أي مجال. فقط لنرى المنافسة، طبعا يعطيك يعني أمور ليميتد، يعني يعطيك أعتقد 5 محاولات يعني يوميا لتجد الكلمات المفتاحية. نضغط على فايند كيورد، ننتظر قليلا ماذا يفعل هنا. يقوم بإعطاء الكلمات المفتاحية، يقوم بإعطاء الكلمات المفتاحية. ماذا نفعل هنا؟ نبحث عن 3 أمور، ركز معي، نبحث عن 3 أمور. أول شيء نبحث عن الكلمات المتعلقة بالكلمة المفتاحية الخاصة بي والمشابهة لها، مثلا هنا يا يوغا شيرتس، يوغا تي شيرتس، ومثلا ننزل هنا مثلا لنقول هذ الاثنين يوغا شيرت ويوغا تي شيرت. ثاني شيء نبحث عن نسبة
البحث الشهرية، يعني هنا يعطيك نسبة البحث الشهرية، نبحث عن كم نسبة البحث في الشهر. هنا كما نرى أن يوغا شورت يبحثون عنه أكثر من 7900 مرة شهريا، هنا أكثر من 4700 مرة شهريا. هذا أمر جيد جدا، لما تكون نسبة البحث أكثر من 3000 شهريا فهذا يعني أن هذا النيتش أو هذا المجال عليه نسبة بحث وعليه متابعين وعليه أشخاص يمكن أن يشتروا منتجاتك. ثالث شيء يجب أن تركز معي هو هذه الأمور الصفراء، كما ترى هنا هذه الأمور الصفراء، هنا تلقى المنافسة على هذه الكلمة. إذا كانت المنافسة أقل من 50% فيمكنك استغلال هذا المجال والبدء فيه مباشرة. إذا كانت النسبة أكثر من 50% فأنصحك أن تبتعد عنه، لأن به منافسة كبيرة جدا جدا، ولن تظهر منتجاتك أو ملابس التي ستنشرها أو تي شيرتس في نتائج البحث، وبالتالي تحصل على مبيعات. مثلا أنا سأجمع بين 43 و 39، تأتيني واحد 40 هكذا أو 2 أو 41، يعني منافسة جيدة، فبالتالي سأستغل مجال اليوغا شيرتس. جرب مثلا مع الكاتس، مع الدوغز، مع أي مجال آخر، وسترى النتائج. واستغل هذه الثلاث أمور اللي قلت لك عليهم، يعني لما تشاهد الثلاث أمور تجد الكلمات المفتاحية التي تريدها، ثم تجد نسبة البحث عليها عالية، ثم تجد المنافسة عليها أقل من 50%، فبالتالي يمكنك الآن أن تبدأ في الشروع في الحصول على تصميمات لهذه الكلمة المفتاحية. الآن بعدما انتهينا من الخطوة الأولى ننتقل إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية، الآن أعرف الكلمة المفتاحية لكن لا أستطيع تخيل التصميم الذي سأضعه وسيجذب المشاهد. يجب على التصميم الذي أضعه أنا أن يكون احترافي وأن يجذب المشاهد، لما يراه يذهب مباشرة إليه لكي يشتريه. فكيف أعرف أنا إذا كان تصميمي سيعجب المشاهد أم لا؟ سنذهب إلى موقع اسمه إيتسي، لربما العديد منكم لا يعرف هذا الموقع. هذا موقع إتسي عبارة عن متجر فيه عديد المجالات وعديد المنتجات. نحن سنرى المنتجات الرائجة، التصاميم عذرا الرائجة التي عليها نسبة مبيعات جيدة، ونستغل تصاميم مثلها. لا تكون مثلها يعني نسخ لصق، لا، لأن الموقع تي سبرينج، طبعا نحن نخدمه في تي سبرينج الذي هو موقع تصميم أو موقع ديزاين، فإذا وضعنا نفس التصميم سيتم حظرنا، أو سيتم أو سيفقد الموقع، سينزع ثقته منا، فبالتالي نتحصل على المبيعات. نحن سننظر إلى التصاميم المشهورة والتي عليها مبيعات، ثم سنستغلها بطريقة سأشرحها لكم الآن. ماذا قلنا؟ قلنا سنبحث عن يوغا شيرت. سأكتب هنا في الشرح، تذهب إلى إتسي ثم تكتب يوغا شيرت مباشرة. يوغا شيرت، ها هي يوغا شيرت. ماذا سيفعل موقع إتسي؟ سيعطيك أهم التصاميم أو معظم التصاميم أو عديد التصاميم المتعلقة بيوغا شيرتس. الآن لما أرى كل هذه التصاميم، ليست كل هذه التصاميم ناجحة، لا مستحيل، ليست كل هذه التصاميم ناجحة، حذاري. فماذا أفعل؟ عندي هنا أمرين يجب أن أركز عليهما. الأمر الأول، أركز على الريفيوز. الريفيوز ما هي؟ هي الناس اللي دخلوا واشتروا من الموقع وتركوا رد خاص بهم. لما ترى عديد الردود يعني عديد عمليات الشراء، هذا أمر طبيعي. لما أذهب مثلا إلى هذا المنتج أرى أن عليه 279 ريفيو. أما لما أذهب مثلا إلى منتج آخر، لنقل مثلا نصعد هنا، لنقل مثلا هذا المنتج عليه 3885، أو مثلا لنقل هذا المنتج كما ترى هنا، هذا المنتج عليه 6577 ريفيو. هذا أيضا نفس الشيء، 6577 ريفيو. الآن ماذا ستفعل؟ لا تبحث عن التصاميم التي عليها صور، حاول أن تبحث عن التصاميم البسيطة التي عليها كتابة، هي من أفضل التصاميم التي عليها مبيعات. لما مثلا أذهب إلى مثلا لا أعرف أنا مثلا لنقل هذا التصميم، ترى هنا تصميم بسيط عليه كتابة Living my best life. هذه أول شيء تبحث فيه، تبحث في الريفيو. ثاني شيء تبحث في التقييم. لما أقول لك مثلا هذا المنتج، لما أعطيك مثلا لما لنبحث قليلا نبحث نعم لنبحث لما أعطيك مثلا لا أعرف أنا أي منتج، لنبحث عن أي منتج هنا. لما أعطيك مثلا أنا هذا المنتج الذي تراه هنا، نرجع للمنتج الخاص بنا. لما أعطيك مثلا هذا المنتج الذي عليه 5 نجوم ليس مثله مثل منتج آخر مثلا عليه 3 نجوم أو 4 نجوم ونصف. أتمنى الفكرة وصلت، يعني هناك منتجات عليها مثلا 3 نجوم أو 4 نجوم ونصف، هناك منتجات عليها 3 نجوم فقط.
يعني أنت ابحث عن التقييمات التي تكون عليها 5 نجوم والتي عليها عدد ريفيوز كبير جدا والتي تكون فيها كتابات بسيطة. هذه 3 أمور ركز لها اليوم. الآن بعد ما نوجد المنتج راح نخير واحد ثم نرجع لكم. إذا جماعة نعود لكم، مثلا اخترت هذا المنتج الذي تراه هنا، لماذا اخترت هذا المنتج؟ عليه ريفيوز جيدة، عليه 5 نجوم، وعليه يعني كتابة بسيطة التي هي Peace Love Yoga. الآن ركز معي جيدا، حذاري ثم حذاري ثم حذاري أنك تحكم الكلمات مثل هذه، يعني Peace Love Yoga، وتصنع تصميم خاص بك وتضعها مثل ما هي. ممنوع ممنوع ممنوع، يعني هكذا سيتم حظرك مباشرة أو لن تجد أي مبيع. فماذا أفعل؟ يجب عليك التغيير قليلا، غير في الكلمات. مثلا هنا يقول Peace Love Yoga، أنا مثلا راح أغير قليلا، أقول Love means yoga. هنا يقول السلام الحب، يعني اليوغا معنى أن السلام والحب هما اليوغا. أنا مثلا غيرتها إلى Love الحب يعني اليوغا. مثلا غيرت قليلا هكذا حتى لا يكون عليه حقوق طبع ونشر، وبالتالي تي سبرينج يقبل المنتج الخاص بي ولا التيشيرت الخاص بي، وبالتالي أتحصل على مبيعات. فالأمر القادم أو الخطوة القادمة بعدما وجدت الكلمة المفتاحية، وجدت أفضل تصميم، وجدت فكرة على التصميم، علي أن أكتب تصميم خاص بي. فإما أنك تذهب إلى موقع تي سبرينج، معروف موقع تي سبرينج لتصميم المنتجات، سأريكم كيف تفتحون حساب وتقوم بإنشاء حساب جديد وتكتب مباشرة، أو ستستغل تطبيق. هذا التطبيق سأشاركه معكم الآن، دقيقة فقط. التطبيق اسمه تكست سواج، تكست سواج، هذا التطبيق الذي اسمه تكست سواج، سنقوم بالدخول عليه كما تشاهدون معي. بعد الدخول على تكست سواج ستظهر لكم هذه الواجهة، سنختار ألبوم، ثم بعد ذلك سنختار الأولى هذه Transparent Background، ثم سنقوم بالكتابة، سنختار أولا اللون الأسود هكذا حتى تظهر الكتابة. يقول لك اضغط مرتين في وسط المربع الخاص بالكتابة من أجل أن تكتب. نضغط مرتين ثم نكتب هنا Love مثلا means يوغا، مثلا هكذا love means yoga، ثم نضغط على done. هكذا سيعطينا مجموعة من الكلمات، فقط اضغط عليها يعني اضغط عذرا اضغط done، ثم عد إلى الكتابة، فقط اضغط في الكتابة هنا في الأسفل وستتغير أوتوماتيكيا. شاهد معي، تتغير أوتوماتيكيا. مثلا هذه جميلة جدا، سنحتاج إلى واحدة تكون جيدة. مثلا سيعطيك مجموعة من الديزاينات كما تشاهد معي، سيعطيك مجموعة جميلة جدا من الديزاينات. مثلا أنا سأختار هذا الديزاين، سأقوم بتكبيره بعض الشيء هكذا لأنه سيظهر بصفة Full HD هكذا، سأقوم بتكبيره هكذا حتى يظهر جيدا عندما أقوم بوضعه في الموقع الخاص بالديزاينات. الآن عندنا ديزاين، فما علينا إلا أن نضغط على Done في الأعلى، هنا في الأعلى، ثم نضغط على Share، ثم نضغط على Share أو نشر المنتج الخاص بنا أو الديزاين الخاص بنا. تستطيع إما أن تقوم بإرساله مباشرة إلى حسابك في الإنستغرام، أو إذا كنت تستعمل الكمبيوتر، أو الماسنجر، أو الفيسبوك، أو مباشرة تقوم برفعه ووضعه في حسابك على الكمبيوتر. أنا سأقوم بوضعه في حسابي على الكمبيوتر، ثم نعود إلى الكمبيوتر أو إلى الموقع الخاص بتيسبرينج لنكمل عمليتنا الخاصة بنشر التصميم الخاص بنا والترويج له من أجل الحصول على مبيعات. تابعونا. إذا أصدقائي، الخطوة القادمة هي إنشاء حساب على موقع تيسبرينج. لمن لا يعرف موقع تيسبرينج، أنا لن أترك لك فقط موقع تي سبرينج، هناك موقع تي سبرينج، هناك موقع ريد بابل، وهناك موقع ميرتش باي أمازون الذي سنتركه على واجهة، وإن شاء الله عن قريب نضع له فيديو خاص به. لماذا؟ لأنه يعني من أفضل المواقع، لكن يطلب يعني أمور صعبة، يعني من أجل القبول في الموقع وكذا وكذا. المهم نتركنا مع موقع تي سبرينج وموقع ريد بابل. الآن ما هي الأمور الجيدة والجميلة في هذين الموقعين؟ الأمور الجميلة في هذين الموقعين أنهما لما تكسب ثقتهما فسيقومان بالترويج لك مع الزمن أوتوماتيكيا، يعني بنفسهما هم سيجدون لك أشخاص يشترون المنتج ويروجون لك وتتحصل على مبيعات. لكن في البداية، خاصة موقع تي سبرينج، في البداية يجب أن تكسب ثقته. عنده يعني أمر اسمه المصداقية،
اسمه قيمة المصداقية. لما يجد أنك وضعت منتوجات جيدة وأنت لا تخالف حقوق الطبع والنشر وكل منتجاتك حصرية وروجت يدويا لبعض منتجاتك، فيكسب ثقتك أو تكسب ثقته، وبالتالي ماذا يفعل؟ يبدأ بالترويج هو لك وتتحصل على مبيعات جيدة. فأنا لن أتكلم عن موقع ريد بابل، نفس طريقة تي سبرينج لن أتكلم عنه، راني شارحه ما قبل، يعني عمل له شروحات من قبل، تسجل فيه فقط. نفس الشيء بالنسبة لتي سبرينج، سأعمل في واحد وأنتم ماذا تفعلون؟ ركز معي جيدا. الأمر الجميل أنه لما أنت تنشر منشور خاص بك في تي سبرينج، تستطيع إعادة نشره في ريد بابل، كما تستطيع إعادة نشره في أمازون. يعني أنت لما تقوم بعمل هذا المنتج أو هذا الديزاين، فقط قم برفعه، وضع نفس الأمور نسخ لصق في موقع ريد بابل، والموقع الذي تحصلت فيه على مبيعات هو الموقع الجميل لك، وبالتالي تحصلت على أرباح ربما مضاعفة. نبدأ بموقع تي سبرينج. أول شيء سنقوم بالتسجيل فيه. موقع تي سبرينج وريد بابل هما مواقع يسمحون لك بوضع منتجات خاصة بالديزاين، الخاصة بالتيشيرتات، بالملابس، خاصة التريكوات كما نقولوا بالدارجة الجزائرية. فماذا ستفعل؟ ستقوم فقط بالضغط على كومونسي لو ديزاين، أو ابدأ بالتصميم، ثم ستقوم بفتح حساب جديد، إما هنا تضغط هنا نيو تو تي سبرينج، ثم ستقوم بإنشاء حساب جديد. هنا تضع اسمك، تضع الإيميل الخاص بك، كلمة سر، تعيد كتابة كلمة سر، تضغط لست روبوت، وتضع تسجيل. سأسجل وأعود لكم. إذا كما تشاهد معي أخي الكريم، بعد تسجيلك ووضعك لتلك المعلومات، يأخذك للخطوة التالية، وهي يقول لك قم بإعداد المتجر الخاص بك لكي بعد مدة تقوم بوضع المنتجات الخاصة بك فيه. فتعطيه اسم يكون جيد ويكون خاص بالأمور التي تريد أن تضعها فيه. مثلا أنا اسم سميته يوغا فانز وورلد وايد. ثم هنا تختار أنت ديزاينر، أنت كونتنت كرييتر، سأقول أنا ديزاينر. ثم تستطيع إذا كانت عندك مواقع تواصل اجتماعي انستغرام وفيسبوك تقوم بربطها هنا. إذا جماعة مثل ما ترون معي هنا، تم فتح حسابي على موقع يعني الموقع الخاص بهم. هنا كما تشاهدون هذه هي مواجهة الموقع. الآن ماذا سنفعل؟ سنقوم بإنشاء أول ديزاين خاص بنا. ما عليك إلا أنك تذهب إلى، يعني بما أن حسابك جديد، تذهب على كومونسي لو ديزاين هنا، أو ابدأ في عمل الديزاين الخاص بك. يعني سأتطرق للديزاين خطوة بخطوة حتى تفهموا كل شيء. يعني لما أصل لبعض الأمور التي يجب التركيز فيها، سأقول لكم ركزوا معي جيدا. الآن ركزوا معي جيدا، تابعوني جماعة، ننتظر قليلا، الإنترنت بطيء بعض الشيء. إذا جماعة، هذا هو الديزاين الخاص بنا. يعني قمت باستخراجه ووضعته في الكمبيوتر كما تشاهدون معي. Love means yoga. كما تشاهدون ديزاين جميل جدا، يعني حقيقة ديزاين جميل جدا. شاهدوا معي ديزاين يعني روعة، يعني مصنوع بشكل رائع، يعني ما شاء الله، يعني تطبيق ما شاء الله، يعني روعة. نعود إذا هنا ديجيتال هوم اكسسوارز. يعني ما هي الكاتيجوري الخاصة بالديجيتال؟ عذرا، ما هي الكاتيجوري يقول لك الخاصة الخاصة بالمنتج الخاص بك؟ يعني أي كاتيجوري تريد وضعها؟ دقيقة فقط سأعود لكم. إذا جماعة، مثلا نحن في فصل الشتاء، لذا سنختار التيشيرت الخاص بالأيدي الطويلة هنا. أضغط على Start with this كما تشاهد معي، أضغط على Start with this هكذا. سننتظر قليلا، ننتظر قليلا، يعني الكونكشن راهي ضعيفة جدا 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 جدا، يعني ما شاء الله الكونكشن في الجزائر روعة. ننتظر ثم نعود لكم لكي لا نطيح في الفيديو. جماعة قررت أني نختار التيشيرتات العادية حتى لا أطيح في الفيديو. اختاروا أي مجال تريدون. أنا سأختار، لما تدخل وتختار التيشيرت العادي تظهر لك مجموعة، اختار الكلاسيك. لماذا؟ لأنه سعره يعني رخيص جدا، يعني سعر رخيص من الآخرين. تختار هذا ثم تضغط على Start Designing هكذا. هنا يوجد باي ويوجد سيل. باي إذا كنت أنت تريد شراء هذا المنتج لك وتبيعه أيضا، أما سيل إذا كنت تريد أن تكون بائع. نحن نريد أن نكون بائعين، فنضغط على سيل. بعدما نضغط على سيل سننتظر قليلا حتى يأخذنا للواجهة التالية، والتي هي واجهة وضع التصميم. كما تشاهدون جماعة، يعني التيشيرت على هذه الواجهة. يعني أنا ماذا سأفعل؟ لن تتعب نفسك على الإطلاق، يعني لا تعقد الأمور أكثر من حدها.
فقط اضغط على Add Image، لا تضع Add Text. إذا كنت تريد الكتابة من هنا اضغط على Add Text، نضغط على Add Image ثم نختار الصورة التي حملناها. الصورة التي حملتها متواجدة في الشريط، يعني في الشريط. أذهب هنا، أذهب هنا، ثم أذهب فوتو، عذرا لا ليس بيترونز، عذرا ريدمي فوتو، ثم أختار الصورة. يعني ها هي الصورة، سأقوم بالضغط عليها مباشرة سيعطيني الصورة هكذا، يعني لا تلمس أي شيء، اتركها مثل ما هي. يعني هي في شكل رائع جدا، يعني في شكل رائع هكذا. تريد إنزالها بعض الشيء، اتركها مثل ما هي، أو أقوم بتصغيرها بعض الشيء. الكواليتي هنا كما تقول، هنا يقول لك الكواليتي جود، يعني الكواليتي يعني في أروع شكل ممكن. في الباك، في الخلف لا تلمس شيء، اتركها مثل ما هي. اضغط على بريفيو، اضغط على بريفيو هنا هكذا حتى ترى كيف سيبدو المنتج الخاص بك. يعني هكذا سيعطيك يعني الصورة الأخيرة للمنتج، يعني بكل بساطة تي شيرت أبيض وعليه هذه الصورة. الآن نذهب إلى شيء مهم جدا جدا، والذي هو الألوان. حذاري حذاري أن تضع كل هذه الألوان. لماذا؟ لأن هذه أمور داخلة في شخصية الإنسان أو في عقلية المشتري. لما يأتي ليشتري يلقى كل هذه الألوان، يبقى يقول هل أشتري الأخضر السماوي، الأخضر الغامق، الأحمر السماوي، الأغمر الأحمر الغامق، البرتقالي. يعني يبدأ هكذا يتفلسف يتفلسف حتى يخرج ربما ولا يشتري. إذا حاول أن تضع أبسط الألوان، مثلا الأبيض، مثلا الأزرق، مثلا الأحمر، مثلا الأخضر، يعني الألوان، مثلا هذا البرتقالي، يعني يكفي مثلا 5 ألوان تكفي. يعني الأبيض، الأسود لا تضع لأن الكتابة سوداء. ثم نضغط على Done، تضغط على Done. هنا يقول لك Select First Image Buyer See، ماذا تريد للمشتري أن يرى في الصورة الأولى، أي لون تريده أن يراه. أنا أنصحك باللون هذا الأورنج، يبدو جميل جدا، يعني تبدو يعني بدت عليها بروعة. اختار هذا اللون ثم ضع Done، يعني التي يراها المشاهد عندما أول صورة تأتي على باله هي هذه الصورة، فبالتالي تجذبها، يعني اللون يجذب هذا فاتح. ثم تنزل هنا. الآن نصل إلى شيء مهم جدا جدا جدا، السعر يا جماعة، السعر 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 السعر. هنا قم دائما، يعني معظم الناس الذين يدخلون إلى هذا الموقع مثلا تي سبرينج يترك السعر الأفضل الذي يقوله له الموقع. لا، أنت قم بوضع السعر أقل، مثلا قم بوضع 19.99 مثلا، ستربح 9 دولار لكن عادي تبقى أفضل. مثلا هنا تضع 19.99، هكذا الربح يكون أقل، لكن الأشخاص لما يرون أن سعرك أقل من أسعار أخرى يشترون من عندك. أتمنى أن الفكرة وصلت يا جماعة. هذه بالنسبة للخطوات الحالية. الآن بعد ما وضعنا هذه الخطوات يا جماعة، نضغط على Continue. نصل إلى أيضا أمر من أهم الأمور في عذرا أوكي، نصل إلى هذه الواجهة. جماعة ركزوا معي، عذرا أخطأت أنا، نقوم بالعودة باك. الآن نصل إلى هذه الواجهة. هنا يقول لك أي أنواع تريد أن تضع، ركز معي جيدا. هنا يخطئ العديد من الناس، كما ترى هنا يضع لك منتج. لماذا قلت لك راح أختار البسيط؟ لأنه سيعطيني حتى يعني الأمور التي فيها أي الأيادي طويلة وأمور كذا. الآن ركز معي جيدا، لما تختار المنتج رأيت العديد من الأشخاص يدخل إلى سيليكت ستايلز ثم يختار كل هذه، هذا وهذا وهذا. يعني رغم أن كل هذه متشابهة، اختر فقط واحدة من كل من هذه. اختار هذه، اوكي دان. ثم ماذا اختار؟ يعني هذا لا اختاره لأنه يشبه هذا، اما هذا نعم ستكون عليه بعض الطلبيات. اقوم بوضع سيلك ستايل، لكن لا تختار كل هذه، لا اختر فقط واحدة منهم، اختر الاولى مثلا هكذا ثم ضع دان. لما تختار هذه دان، ضع ايديت، ضع ايديت، ركز معي جيدا، ضع ايديت ولا تنسى الالوان، لا تنسى الألوان. يعني الألوان يعني يجب أن لا تنساها يا حبيبي. يعني الألوان اخترنا الأحمر، اخترنا الأخضر، ولا تنسى الأصفر أيضا. هاي الألوان لا تنساها دائما، لما تضع ديزاين جديد لا تنسى الألوان. Continue. الآن اخترنا هذا وعدلنا عليه، أوكي Done. يعني السعر، تريد أن تغير في السعر، غير في السعر. نفس الشيء الآن بالنسبة لهذا الديزاين، يبدو لي أن هذا الديزاين ستكون عليه طلبيات لأننا في الشتاء. تضغط سيلك ستايل، نفس الشيء اختار الأول فقط، ثم اضغط إيديت، ثم الألوان لا تنسى الألوان. هنا مثلا يوجد الأورنج، ومثلا تختار الأحمر هكذا، ثم اضغط دان. السعر تريد التغيير، غير في السعر، يعني هنا set your price.
ثم تضغط continue ثم done. لنقل أن هذه تكفي، يعني هذه الثلاثة تكفي، أو تريد النزول وتجد أيضا ديزاينات أخرى، سننتظر قليلا. أنصحك ألا تكثر كثيرا. الآن بعدما اخترنا هذه الأمور فقط تضغط على continue وسيأخذك للواجهة التالية. يعني رانا اخترنا المنتجات وبألوانها وأمورها. الآن يا جماعة نركز وركزوا معي جيدا جيدا، عذرا نسيت شيء، تعود إلى الديزاينات التي اخترتها، مثلا هذا، تضغط على Edit ثم تنزل ثم تضغط هنا على Edit ثم تختار اللون الذي تريده أن يظهر في الواجهة الرئيسية للشخص. مثلا أريد اللون البرتقالي أن يظهر، أو اللون الأزرق أن يظهر، يعني أنت اختر اللون الذي تريد أن يظهر في الديزاين، أو اللون الأبيض مثلا، يعني اختر اللون. مثلا أنا اختار البرتقالي هنا ثم أضغط هنا ثم أعدل في السعر. أيضا إذا كنت أريد التعديل في السعر تقوم فقط بالتعديل في السعر. هنا يقول لك ربحك هو 18 دولار، مثلا أنا هنا أضع مثلا 30 فربحي يكون 10، وهنا أضع مثلا 30 فربحي يكون 9 أورو. يعني هكذا غير، عدل عدل وقم ب يعني بالتعديل على السعر. نفس الشيء هنا، تقوم بوضع فيو إيديت ثم تضع اللون الجميل الذي تراه مناسب ليظهر في الواجهة، ثم تضغط دن ثم تنزل وتعدل على السعر، عذرا تعدل على السعر. مثلا هنا أضع 23 هكذا، وهنا أضع مثلا أيضا نفس الشيء 23، ثم أضغط continue ثم continue ثم نصل إلى هذه نصل إلى هذه الواجهة التي ستخبرني، أو من أهم الواجهات يا سادة التي يجب علي أن أركز فيها جيدا جيدا. حذاري، هنا التي سبرينج يقوم بالتركيز جيدا عليك، هنا الكلمات المفتاحية، هنا ستأتي بالزوار أخي الكريم، فركز معي جيدا دقيقة فقط. إذا أصدقائي، للناس التي وصلت معي حتى هذه النقطة أقول لك شكرا شكرا. أنت إنسان رائع، أنت إنسان تريد العمل، أنت إنسان فعلا شغوف تريد تحقيق الأرباح. أنصحك جدا جدا أن تتابع القناة، لا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس وعمل لايك تحفيزي. إذا كنت فعلا استفدت من هذه المواضيع اترك لي في التعليقات إذا كنت تريد أن أكثر لك من هذا النوع من المشاريع والمواضيع التي ستحقق لك أرباح جميلة جدا في المستقبل القريب إن شاء الله. اترك لي في التعليقات نعم ضع لنا مشاريع مثل هذه. والآن ركز معي جيدا جيدا جيدا، ضع لايك وركز معي جيدا. أول خطوة هو العنوان، العنوان ركز معي جيدا، لا تقم بوضع أي شيء خاطئ في العنوان أو الوصف أو هنا اليو ار ال. لماذا؟ لأن موقع تيسبرينج إذا وجدك تقوم بكتابة أمور مستهدفة أو أمور غير جيدة فسيقوم مباشرة ب لن يقوم بترويج لمنتجك حتى، لن يراه حتى. لذا ركز معي دائما في العنوان، ضع اسم التيشيرت الخاص بك. مثلا أنا اسم التيشيرت الخاص بي هو love means يوغا، يعني هسيبو، يعني هذا هو العنوان الخاص بي، هذا هو اسم التيشيرت هو العنوان الخاص بي. هذه أولا. ثانيا الديسكريبشن، حتى لا أتعبك وحتى لا أقول لك افعل كذا وكذا وكذا، سأترك لك أسفل الفيديو ديسكريبشن، أو سأقول لك أو سأترك لك حسابي على الإنستغرام. كل شخص يريد هذا الديسكريبشن يقوم بالاشتراك في حسابي على الإنستغرام، سأدخل إليه الآن، سأدخل على حسابي في الإنستغرام دقيقة فقط. هذا حسابي على الإنستغرام، ها هو أسامة 27 ألف. تقوم بالاشتراك في حسابي على الإنستغرام ثم ترسل لي رسالة، قل لي أريد هذه الرسالة الخاصة بالوصف سأرسلها لك مباشرة، وتقوم باستغلالها وأعلم أنها ستحقق لك المبيعات. سأقوم بوضعها مباشرة هكذا، ها هي الرسالة. الآن الرسالة لا تضعها فقط وتمر عليها، لا، يجب عليك أن تعدل عليها قليلا على حسب النيتش. يعني لست أنا، ليس فقط أني أنا وضعت يوغا كلكم تذهبون إلى اليوغا، خطأ، هكذا لن تتحصلوا على المبيعات. غير المجال، غير النيتش، وقم بالبحث عليه مثل ما أريتك في الفيديو، وأكمل الخطوات مثل ما تابعنا في الفيديو هذا. أولا add some fun، هذه الكلمة الأولى add some، هذه كلمة fun ستغير عليها على حسب على حسب اسم اللوجو. الآن هنا سأقول add some love، add some love. إذا مثلا كتبت yoga is funny أقول add some fun، يعني أمر مضحك، أنا أتكلم عن الحب، لذا أقول add some love to your yoga wardrobe with this with this with this nice، مثلا with this nice
ولا بيوتيفول، لماذا؟ هنا كانت فاني، الآن أغيرها لأني لأن المحتوى ليس مضحك، يعني محتوى يتكلم على اللوف، with this nice yoga، with this nice yoga. ثم هل ترى هنا هذا اسم تي شيرت، هذا اسم تي شيرت، ستغيره باسم التي شيرت الخاص بك أنت، يعني حذاري، with this nice yoga، with this nice with this with this nice yoga love means with this nice love mean love means yoga design with this nice love means yoga design or give it as the perfect gift. الآن عدلنا بشكل رائع، عدلنا بشكل رائع على الوصف هذا، كل مرة تعدل عليه بتغييرات طفيفة على حسب ما كتبت في التي شيرت الخاص بك، هنا لا تلمس أي شيء. الآن بعدما أكملنا العنوان وأكملنا هنا، هنا لدينا كما ترى في اليو ار ال عندنا لوف وعندنا يوغا، يعني لا تغير شيء. لماذا؟ إذا متى تغير؟ تغير لما هنا تحتاج كلمات مفتاحية، لما لا تجد كلمة يوغا ولا تجد كلمة لوف وأمور متعلقة بالتي شيرت هناك تغير. أما الآن عندي كل الكلمات التي أحتاجها فلا أغير. هنا أقوم بالضغط على إيديت ثم أختار التي شيرت الذي أريده أن يظهر في الواجهة الرئيسية. مثلا إذا اخترت أنا هذا فأختار هذا هكذا، يعني جميل اللون، أعتقد هو الأروع، لا أعلم إذا كان الأزرق أفضل، أعتقد الأزرق أفضل. لا، ماذا في اعتقادكم؟ هل الأزرق أفضل أو البرتقالي أفضل؟ أعتقد سأترك الأزرق، وكل شخص يضع اللون الذي يساعده. ثم هنا تنزل في الأسفل، تنزل في الأسفل، هنا تضعها public، وهنا أسطور أنا جهزناه من قبل، يعني جهزنا المتجر الخاص بنا سابقا في البداية. ثم أضغط publish listing، أضغط على كلمة publish listing، تنتظر قليلا، يعني تقريبا أكملنا كل الخطوات باحترافية تامة يا جماعة. إذا كان هناك أي أخطاء فسنعرفها هنا يا جماعة. هنا سيجهز لي المنتج الخاص بي، سأنتظر قليلا. إذا حدثت لك مشاكل في تجهيز المنتج الخاص بك مثلا أي مشكلة فغير المتصفح، يعني أتمنى أن الفكرة وصلت، سننتظر قليلا ثم نعود لكم. كما تشاهد معي أخي الكريم، تم نشر المنتج الخاص بنا. ها هو المنتج مثلا الأول كما تشاهد من الأمام ومن الخلف، بكل الألوان، بكل الألوان، وبسعر منافس كما تشاهدون، بكل الألوان، الأحمر يستطيع الدخول واختيار اللون الأحمر، اللون البرتقالي كما تشاهد معي، اللون الأبيض، حتى اللون الأسود تم إضافته، لا أعرف لماذا لكن تم إضافة، يعني الأخضر، عذرا، ليس أسود بل أخضر. وهناك أيضا المنتج الثاني وهو تي شيرت من الأمام ومن الخلف بكل الألوان أيضا كما تشاهدون، الأزرق، الأحمر، يعني الأزرق أيضا جميل جدا. وهناك التي شيرت الثالث أيضا، وهنا ترى هنا يكتب لك ليفريزون رابيد، لأن الكريسماس قادم سنرسله بشكل سريع، عنوان جميل، وصف جميل، كل شيء احترافي، هنا بعض المعلومات وعملية الشراء وكل الليطاي، يعني تقريبا كل المقاسات. والآن منتجك جاهز ويمكنه أن يباع في أي وقت عبر الموقع، لكن أولا ركز معي، الآن أنهينا وضع المنتج. الآن إذا ذهبت أنا إلى حسابي، إذا ذهبت إلى حسابي إلى ديجيتال برودكت، أو عذرا إلى ماي أكاونت، دقيقة فقط. كما تشاهدون هنا أصدقائي في الأعلى، تستطيع أن تطلب عينات بسعر جميل جدا لمنتجك، تستطيع أن تروج لمنتجك عبر موقعهم من هنا، تستطيع أن تنشئ منتج جديد أو تيشيرت جديد، تستطيع هنا التعديل على منتجك، وأيضا ستضغط على هنا، سنضغط هنا على View in Store، أرني المنتج الخاص بي في المتجر الجديد الخاص بي الذي أنشأته، المتجر الذي يعني أسميناه يوغا فانز وورلد وايد. ستستطيع إنشاء عديد المتاجر، يعني كل متجر متعلق بمجموعة منتجات خاصة بك، تضغط على فوار لا بوتيك هكذا، ستضغط على فوار لا بوتيك، لما تضغط على فوار لا بوتيك ستظهر منتجاتك في المتجر الخاص بك كما ترى هنا بالأسعار، يعني أصبحت الأمور احترافية يا جماعة، أصبحت الأمور احترافية بشكل رهيب جدا. الآن ماذا أفعل؟ أقوم بعمل كوبي للمتجر ولا لرابط المتجر الخاص بي هكذا. لما أعود مثلا، لما أعود أستطيع أن أضغط هنا على موديف، إذا كنت تريد التعديل على البوتيك الخاصة بك تستطيع التعديل هنا عليها في أي شيء، تستطيع التعديل على الألوان، على الأمور الخاصة بالمتجر، دقيقة فقط.
كما تشاهد صديقي، تستطيع التعديل على المتجر ليبدو احترافي. تعود فقط، سأعود هنا حتى أريكم بالتفصيل. تضغط على هادر هنا، ثم تستطيع أن تحمل صورة هنا في الأعلى خاصة بهذه يوغا فانس، تصنعها على شكل صورة. تستطيع التغيير على الألوان هكذا، تضعها خضراء صفراء. عجبني هذا اللون بشكل جميل جدا، يعني بشكل جميل هذا اللون. تضغط على سيف هكذا، تضغط على سيف حتى تعدل على الواجهة هذه. تستطيع العودة هنا هكذا، تستطيع العودة، عذرا سنضغط على كلمة سيف. تستطيع التعديل على البانر هنا في البانر في الأسفل، وتحمل صورة خاصة بالبانر. أيضا تستطيع أن تعدل على ماذا لنرى، تستطيع أيضا أنك تعدل على المنتجات، تضيف وتنزع منتجات، about، عن ماذا يتكلم المتجر هذا، تضع روابط كما تحب أنت، مواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء تقدر أنك توضعه في هذا المتجر الخاص بك. هنا settings، مجموعة من الإعدادات، الرابط الذي ستروج له، طبعا ها هو الرابط الخاص بنا. أيضا نعود هنا، تم يعني التعديل على كل الأمور تقريبا. هنا نقوم بالعودة، go back، go to store هكذا، go to store أو اذهب إلى المتجر. الآن هذا هو المتجر الخاص بنا. لما أي شخص يدخل من هذا الرابط، ركز معي، لما أي شخص يدخل من هذا الرابط، ركز معي جيدا، لما أي شخص، ركز معي جيدا، لما أي شخص يدخل على هذا الرابط، سيأخذه مباشرة إلى متجرك الخاص بك ليشتري منتجاتك. الآن أنهينا تقريبا كل شيء احترافي، يبقى لنا آخر شيء، آخر شيء، وهو بعض الترويج المجاني لمنتجاتنا حتى نتحصل على عمليات شراء، وبالتالي بعض الترويج كما نقولوا، باش نتحصل على بعض عمليات شراء وبعض المبالغ الأولية، ليبدأ المتجر بنفسه يروج لنا ونتحصل على مبيعات جيدة أسبوعيا. ركز معي الآن، لا تنسى أنك تضع نفس هذه الأمور في الموقع الثاني، والذي هو موقع ريد بابل. ننتقل إلى آخر خطوة، هيا نبدأ. إذن يا جماعة، نصل إلى آخر خطوة في الدرس الخاص بنا لليوم، وهي طريقة الترويج الصحيحة، والتي ستأتينا لا أن أقول عشرات أو مئات المبيعات لمنتجاتنا، التي هي هذه الديزاينات أو هذه التيشيرتات. أفضل منصة للترويج لمنتجاتك، وعن جدارة وعن استحقاق بكل مجانية، هي الانستغرام. يعني الانستغرام لا يخدعك أي شخص، الانستغرام هي أفضل منصة ترويج يا جماعة، الانستغرام هي أفضل منصة ترويج. ركز معي جيدا، أول شيء ماذا ستفعل؟ ستقوم بإنشاء حساب انستغرام جديد. ركز معي جيدا، ركز معي جيدا، ستقوم بإنشاء حساب انستغرام جديد. الآن أنا لن أطبق كل شيء، سأخبرك فقط ما تفعل، يعني أمور سهلة. أنشئ حساب انستغرام جديد. لما تنشئ حساب انستغرام جديد، ضع الايميل الخاص بك، رقم الهاتف، ام وكذا، ثم في اسم الانستغرام ضعه على حسب اسم، ليس اسم الديزاين، لا، على حسب اسم المتجر الخاص بك الذي انشأته. نحن اسم المتجر الخاص بنا هو يوغا فانز وورلد وايد، يعني هذا سيكون اسم المتجر الخاص بي ورابط المتجر الخاص بي في الانستغرام. الان بعد ما وضعت اسم المتجر الخاص بي ورابط المتجر الخاص بي، يجب علي أن أضع وصف احترافي. الوصف الاحترافي، يمكنك أن تأخذ الوصف الذي وضعناه في الديزاينات الخاصة بنا، يعني هذا الوصف، يعني الذي تراه هنا، هنا، أو يمكنك أن تنظر إلى صفحات انستغرام أخرى، ولا باجات انستغرام أخرى متعلقة بنفس النيتش، والتي تخدم في تي سبرينج. مثلا أنا وجدت صفحة اسمها ليف كو كلوذينج، هذه الصفحة 1000% تعمل في تي سبرينج، 1000%، شاهد، يضعون ديزاينات لمجموعة من التيشيرتات الخاصة بتي سبرينج. ثم شاهد معي، أنا ماذا سأفعل؟ أنت ماذا ستفعل؟ لما تنشئ حساب جديد، لنقول أن هذا حسابك الجديد، هنا تضع اسم المتجر الخاص بك، هذه أولا. ثانيا، هنا تضع صورة احترافية تتعلق بمجال مثلا اليوغا. إذا كنت وضعت مجال القطط، هنا اسم خاص بالقطط ومجال خاص بصورة متعلقة بالقطط، كلاب كلاب، سياسة سياسة، رياضة رياضة. ثم ماذا تفعل؟ مثلا أنا مجالي اليوغا، وجدت هذه القناة، كل ما علي فعله أني أقوم بنسخ هذه الأمور مثل ما هي، أقوم بنسخها مثل ما هي. شاهد معي ماذا يقولون، يوغا وفيتنس، أمور متعلقة باليوغا والفيتنس، الترا سوفت جرافيك تيز، يعني يعني الملمس تاع التي شيرت يعني جميل جدا، تابعنا من أجل العروض الحصرية، هذه وي شيب وورلد وايد، نرسل إلى كل العالم، شوب ناو، يوز ذا لينك فور ديسكاونت. شاهد معي هذه الكلمة، قم بالتسوق الآن، استعمل الرابط هذا للشراء من أجل الحصول على تخفيض.
شاهد معه كأنه يقوم ب يعني بكلام يعني جميل جدا من أجل أن يدخل. ثم هنا ماذا تضع؟ ستذهب إلى الرابط الخاص بك، المتجر الخاص باليوغا، سنضغط على فيو إن ستور هكذا، ندخل على البوتيك، ثم نقوم بأخذ رابط البوتيك. هذا هو رابط البوتيك الذي تكلمنا عليه سابقا. ثم تذهب إلى بيتلي. بيتلي هو عبارة عن موقع يقوم بجعل روابطك محترفة وصغيرة. نذهب إلى موقع بيتلي، ثم بعد الذهاب إلى بيتلي دقيقة فقط ننتظر. بعد الدخول على بيتلي نضغط على Create، ثم نقوم بنسخ الرابط، ثم يعطينا رابط صغير احترافي، نعمل له كوبي ونضعه في هذا المكان هنا. الآن الخطوة الأولى ماذا فعلنا؟ قمنا بإنشاء حساب جديد ووضعنا فيه اسم الحساب على حسب اسم المتجر، ووضعنا صورة جميلة، قمنا بنسخ مثلا هذه الأمور، قم بنسخها يعني فقط هنا. إذا كان مثلا لنقل مثلا أن مجالك هو الكلاب، فقط تقوم بوضع هنا dogs and plus animals clothing، ثم هنا تترك هذه الأمور مثل ما هي، يعني هذه لا تغيرها، ثم تضع الرابط الخاص بك هنا وتغير هنا وهنا وهنا، ثم هذه تتركها. قم بتذكر الصفحة هي اسمها Live Co Clothing، وقم بأخذ هذه الأمور ثم تضع رابطك. الآن الخطوة الأولى أنهيناها. لو ندخل مثلا على رابط هذا الشخص، شاهدوا معي يأخذني إلى تي سبرينج، إلى المتجر الخاص به في تي سبرينج، فقط لنتأكد يا جماعة أنه يستغل تي سبرينج. الآن الخطوة الأولى أنهيناها. الخطوة الثانية هي من أين آتي بهذه الديزاينات؟ أولا تستطيع أن تأخذ الديزاينات، هذه الصور مثل هذه الصور، شاهد معي عدد اللايكات يا جماعة، فقط للتأكيد على أن الإنستغرام هو أفضل منصة من أجل الترويج. شاهد 400 لايك 83 تعليق، 240 لايك 24 تعليق، 200 لايك 300 لايك، 200 لايك 100 لايك، 100 200 200، يعني شاهد معي أن لايكات رهيبة، الناس متابعة لهذا الشخص، وأكثر من 7000 متابع يشترون من عند هذه المنتجات، يعني ركز معي جيدا. الآن ماذا تفعل؟ تستطيع إما أنك تدخل على منتجاتك وتقوم بأخذ الصور، يعني فقط باليمنى تضغط هكذا ثم تضغط على حفظ الصورة، ثم تأخذها عندك في الكمبيوتر ثم تضعها في حسابك على الإنستغرام، أو أنصح بطريقة احترافية أكثر. تخيل معي ما هذه الطريقة، أنك تضع أشخاص مثل هادو وهم لابسين، يعني يلبسون الديزاين الخاص بك، هكذا أمر احترافي، يعني ليس فقط هكذا صورة، لا، هذه ليست احترافية بشكل كبير لكن جيدة. لكن لما يرون شخص هكذا، مثلا لما يرون شخص هكذا يضع التيشيرت الخاص بك والديزاين الخاص بك، يعني يبدو الأمر احترافي، يعني احترافي أكثر، سيشترونه. الموقع الذي سنستغله من أجل الحصول على هذه الديزاينات وأشخاص يلبسونها هو موقع اسمه عذرا Place It، placeit.net. موقع Place It ماذا سنفعل؟ يعني الموقع يعني طبعا ليس بمجاني، موقع مدفوع، يعني هذا أقل شيء تستطيع أن تبدأ به هو أنك تشتري من هذا الموقع. أنصحك إذا كنت تريد البدء في هذا المجال أن تشتري اشتراك من هذا الموقع. لماذا؟ لأنه سيفيدك جدا في عملية الترويج التي ستدخل لك أرباح رهيبة، تدخل لك أرباح رهيبة. اذهب إلى برايسينج، ثم تقوم بخسارة، لنقل مثلا تقوم بخسارة هنا، هنا تقوم بعمل موك أبس، هنا نذهب إلى ديزاينز، ثم ستحصل على ديزاينز تمبليت، ستحصل على كل شيء، ستحصل على كل شيء مقابل 14، ما يقابل 15 دولار شهريا. تخيل معي 15 دولار شهريا وأنت ستحقق ما يقارب 300 إلى 400 دولار شهريا. لماذا أقول لك اشتري الاشتراك هذا؟ لأنه سيعطيك مجموعة وموسوعة رهيبة من الديزاينات والأمور التي تستطيع أن تضع ديزايناتك عليها. أنصحك 1000% أن تشتري. سأترك لك رابط شراء إن شاء الله أسفل هذا الفيديو لتستغله. إذا أردت أن تشتري ب 90 دولار لمدة سنة، ستحتفظ ب 50% من أرباحك. يعني إذا كنت متأكد أنك تريد العمل وبدء المجال، اشتري سنويا. إذا كنت تريد تجربة فقط، اشتري شهريا ب 15 دولار. يعني اشتري أخي الكريم، اشتري. إذا كنت تشاهد الفيديو اشتري، ولا تضيع الفرصة لكي تبدأ في عملك وتبدأ بتحقيق الأرباح. الآن بعد أن تشتري ستذهب إلى أي ديزاين، عندك أكثر من 60 ألف ديزاين يا جماعة. تكتب مثلا أنا مجالي اليوغا، تكتب فقط يوغا، تكتب فقط يوغا، ركز معي جيدا، تكتب فقط يوغا أخي الكريم. ثم ماذا سيفعل؟ سيعطيك عبارة عن صور كلها متعلقة بالمجال، إذا كان كلاب كلاب، قطط قطط، كلها متعلقة بالمجال الذي اخترته، يوغا، تي شيرت، أي شيء اخترته. الآن أنا أذهب إلى الديزايناتي، وأعرف أن أحد الديزاينات عليه أكمام طويلة، يعني خاص بالشتاء مثلا، هذا واحد من الديزاينات.
فماذا أفعل؟ سأقوم باختيار الديزاين الأمثل من عديدة الصفحات، أدخل على الصورة الجيدة التي أريد، ثم ماذا أفعل؟ أقوم بوضع الصورة الخاصة بالديزاين الذي حملته سابقا. لما تشتري مثلا، أنا هنا فاتح الحساب المجاني الخاص بي، الحساب المدفوع يعني لن أتعامل به، لأنه يعني تقريبا اشتريت، وأعتقد أن الاشتراك اكتمل. فهنا تجد أن هنا الاشتراك المجاني مثلا يعني لن تستطيع أن تستغله، لكن المدفوع سينزعون لك هذه الكلمات وهذه اللوجوات، وتصبح أمور احترافية خاصة بك. سأضغط فقط على Upload ولا Insert Image، ثم أقول Upload from your device، حمل الصورة من حسابي، ثم أضغط على هنا، ثم أختار الديفايس، أستطيع التعديل، أن أكبر، أصغر هكذا، سأتركها هكذا، ثم أضغط على كروب. شاهد ما سيحدث هنا، هنا سيتم وضع اللوجو الخاص بي في الصورة، كما ترى لا يظهر بشكل جيد، سأقوم بعمل ريسايز، ثم سأقوم بتصغير، ثم أضغط كروب. الآن أفضل، ربما أفضل، أو أغير حتى الصورة، هذه فقط كمثال يا جماعة. فقط كمثال على الصور. الآن بعد ما تخير الصورة التي عليها اللوجو الخاص بك، ما عليك إلا أنك تقوم بتحميل الصورة. تستطيع تغيير لون الهوديز على حسب لون الهوديز المتواجد هنا. نعود إلى الهوديز هنا. هنا أزرق، يعني سأقوم بالذهاب هنا، ثم أختار اللون الأزرق المتعلق بالهوديز، وسيعطيني اللون الأزرق. الأزرق على حسب ما اخترته مثلا من الديزاينات الخاصة بي، مثلا هذا الأزرق. الآن ما سأفعله، سأضغط على Replace، هنا إذا أردت تعديل أو تغيير اللوجو أضغط Replace، وإذا أردت نزع أضغط على Remove، إذا أردت أن أكتب بنفسي أضغط هنا، ثم أضغط على Download. يقول لك هنا لازم تشتري الاشتراك يا جماعة، لازم تشتري الاشتراك، أنت باش تشري تاع كل شيء باش تستفاد منه، لازم تشتري الاشتراك يا جماعة، يعني لازم تشتري الاشتراك الشهري لكي تستطيع التحميل. الآن لما تشتري الاشتراك الشهري تستطيع التحميل، ثم تحمل تلك الصورة وتذهب هنا وتضعها هنا، ومما ترى هذه الصور، وتقوم بوضع العديد من الصور هنا، وتستطيع أيضا تحميل الصور بالطريقة الأولى والثانية لكي تملأ. أنصحك كل يوم ضع صورة جديدة، كل يوم صورة جديدة، كل يوم منتج جديد وصورة جديدة. الآن لما أضع الصور، كيف أجعل الناس يتابعون حسابي على الإنستغرام وأتحصل على هذه اللايكات والأمور؟ دقيقة فقط سأعدكم. طريقة الترويج سهلة جدا يا جماعة، ما عليك إلا أنك تذهب إلى، مثلا في حالتي أنا لما اخترت اليوغا، ستذهب إلى المنشور الخاص بك، تضع الصورة، ثم ماذا تكتب؟ يعني أنت ستكتب وصف، طبعا ستكتب وصف للعنوان الخاص بك، ستكتب أي شيء، ستكتب أي شيء، مثلا أي شيء متعلق، اكتب مثلا اسم التيشيرت فقط، اكتب مثلا ضع هذه الأمور التي وجدتها هنا في الأعلى، ضع هنا مثلا، ضع اسم الوصف هذا، هذا ضع اسم الوصف هذا. ثم بعدما تضع الوصف ستقوم بوضع مجموعة من النقاط، ستقوم بوضع مجموعة من النقاط هكذا، يعني عبارة عن نقاط، أو تذهب إلى التعليقات، وضعت كتبت وانتهيت. الآن تقوم بنشر المنشور، ثم تذهب إلى أول تعليق في المنشور وتقوم بوضع كلمات مفتاحية. ركز معي جيدا، تقوم بوضع كلمات مفتاحية مثل هذه الكلمات التي تراها هنا. أنا مثلا في هذه الحالة الكلمات المفتاحية عند هذا الشخص جاهزة، أقوم فقط بعمل نسخ لكل هذه الكلمات، عذرا، أقوم بعمل نسخ لكل هذه الكلمات مثل ما تراها هنا، وأقوم بلصقها عندي في الصورة الخاصة بي، صورة واحدة كل يوم، وأضع الكلمات، صورة واحدة وأضع الكلمات، صورة واحدة وأضع الكلمات. لنقل مثلا أنك أنت اخترت مجالا آخر ولا تعرف من أين تأتي بالكلمات، سهلة جدا، إذا فقط هنا في البحث مثلا لنقل مجال القطط، تكتب كاتس، تكتب كاتس، تضغط على بحث، تضغط على بحث، يعني تكتب كاتس عذرا، ثم تنزل هنا، تنزل في الأسفل كما ترى معي، ماذا ستجد؟ ستجد هاشتاجات. سأذهب إلى الإنستغرام في الواجهة الرئيسية حتى نفهم كيف تعمل هذه الأمور. ستجد عبارة عن هاشتاجات، هاشتاجات هنا، تكتب مثلا دوجز، تكتب دوجز، لما تكتب دوجز وتبدأ بالنزول، ركز معي جيدا، ركز، أنا أنزل 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 أنزل، ثم ماذا سأجد؟ سأجد هاشتاج. تخيل معي أن هذا الهاشتاج ما معناه؟ مثل الجروب، هو مثل الجروب، فيه أكثر من 119 مليون شخص. أقوم بنسخ هذا الهاشتاج وأضعه عندي في مدونة، ثم أكتب هذا الثاني في 215 مليون، أقوم بنسخه، ثم ثلاثة، ثم أربعة. تستطيع، مسموح لك في كل منشور أنك تضع حتى 30 هاشتاج. لما أنسخ كل هذه الهاشتاجات وأضع المنشور الخاص بي، المنشور الذي تكلمنا عليه سابقا، المنشور الخاص بي،
وضعت له وصف جميل، وضعت الرابط الخاص بي في المنشور، عندي الرابط هنا يعني في المنشور الخاص بي، أقوم بوضع الهاشتاجات في أول تعليق، ثم أبدأ بالنشر كل يوم هكذا، منشور اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ويبدأ المتابعون بالقدوم من الهاشتاجات، يبدأ الناس تجد منتجاتك، تبدأ الناس بالشراء، وبالتالي تتحصل على أولى مبيعاتك عن ضمانة يا جماعة، عن ضمانة تتحصل على أولى مبيعاتك عبر وضع هذه الصور الاحترافية. أنصحك بهذه الصور يا جماعة عبر شراء الأبورمو هنا ب 15 دولار فقط، والبدء بالعمل وتحقيق الأرباح التي تصل حتى 100 دولار أسبوعيا. هذه هي الدورة، أو هذا هو الكورس الخاص بنا لليوم. حاولت أني أفصل في كل شيء درجة بدرجة حتى تفهموا كل شيء. أتمنى أنكم استفدتم في هذا الموضوع، عذرا على اللغة العربية، يعني تعودت على الكلام بالدارجة الجزائرية، لذا يعني صارت لي بعض المشاكل في التكلم باللغة العربية، لكن هذا الأمر كان لإفادتكم أنتم. أعلم أن الفيديو طويل، لكن إذا وصلت إلى هذا الحد فاعلم أنك إنسان شغوف، إنسان تريد النجاح، إنسان فعلا ستحقق أرباح بإذن الله من الأمام، يعني في هذه الأسابيع أو الأشهر القادمة القريبة ستحقق أرباح جيدة جدا. فلا تنسوا من فضلكم أن تشتركوا في القناة تحفيزا لنا على ما قدمناه لكم، ولا تنسوا على لايك 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 تحفيزي، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.